ضرب ثور أحمر الشعر عديم القرون، ببقرة بيضاء الشعر عديمة القرون، فأنجبت عجلا غباري لها قرون. ما هي النتائج المتوقعة للأفراد الناتجة؟ علما أن صفة عديم القرون تساعد على وجود القرون. هسه مسودة ثور أحمر عديم القرون وهي بقرة بيضاء الشعر عديمة القرون، أنجبت عجل غباري. من سمعنا غباري إذن أحمر وأبيض، وهذا اللون غباري إذن هاي مو مندل. بس هنا نشكاد بينا علمه أن صفة عديم القرون أشكاب تساعد على وجود القرون، يعني له قرون، هاي مندلية سيادة تامة. أنتجت عجل غباري لها قرون، هسه أحمر وأبيض وعجل غباري، إذن هاي يا موضوع، إذن سيادة مواكبة، أحمر وأبيض وغباري، هاي إحنا لازم نحافظيه. هسه نجي على مندل، هذا يقول إن علما إن صفة عديم القرون تساعد على له قرون، خل نكتب نرمز. نرمز لعامل صفة عديم القرون السائد، هو مطينا اتش كابتل. نرمز لعامل صفة له قرون، صفة متنحية، اتش سمول. اذا الطراز الوراثي لصفة عديم القرون هي صفة سائدة، وحدة نعرفها وحدة ما نعرفها، اما تكون نقية او هجينة، يعني هنا ما ندري هل هي كابتل او هي سمول. الطراز الوراثي لصفة له قرون هي صفة متنحية، اثنين صغار. نطبق هاي مندل عديم القرون، شنو هذا؟ وحده نعرفها وحده ما نعرفها، هي صفه سائد عديم القرون. حتى عديمه القرون هم نفس الشيء. نجي على ابنهم له قرون، شنو الطراز؟ له قرون اتش سمول اتش سمول. اذا هو ابنهم اكيد وحده جابها من ابوه وحده من امه. هنا فراغ، نحط هاي وحدة صغيرة هنا وهاي وحدة صغيرة هنا، إذن هاي ال H هذا في مكانها، وهاي ال H الثانية هذا. إذن هذا الثور أحمر عديم القرون تزوج بقرة بيضاء عديمة القرون ذو صفة سائدة، ابنهم صفة متنحية، أكيد من تكونت بيوض هذا إجت هاي السمول ويا هاي الصغيرة صار هذا ابنهم. حلينا هذا، واحنا اذا نحافظيهم. هسه نكتب الطراز الوراثي لأحمر وأبيض وغباري. اذا الطراز الوراثي لأحمر الشعر CRCR، الطراز الوراثي لأبيض الشعر CWCW، الغباري 1R والثاني يعني CR وCW. هسه نحل، نحط ثور أحمر الشعر عديم القرون، أحمر نحط CRCR هنا، عديمة القرون احنا حليناها، هاي بالمسودة هجينة، بقرة بيضاء CWCW هم حليناها عديمة الشعر هجينة. هذول الآباء، هسوي تضريب الأول ويا الأول، نعطينا H CR، هذا H وهذا CR، الأول ويا الثاني هم H CR، الثاني ويا الأول نعطينا H CR small، هسا الثاني ويا الثاني نعطينا H small CR. سنجي على البقرة، الأول والأول ينطينا H CW، الأول ويا الثاني H capital CW، هسا الثاني ويا الأول تنطينا H small CW، الثاني ويا الثاني، ها ثاني ها ثاني.
إذا هذولي مشابهات وهذول مشابهات، ناخذ بهاي وهاي كيف الواحد، هذول مشابهات هذول مشابهات، ناخذ هذول يعني ناخذ اثنين من هذول، ناخذ اثنين من هذول. هنا علامة الذكر، نحط هنا الأمشاج الذكرية، كيف نحطهم أربعتهم أو واحدة من عندهم، ناخذ هسه من هذول ناخذ واحدة H capital CR، وناخذ هاي الثانية H small CR. نجي على الأنثوية، ناخذ هاي H capital سي دبليو، وناخذ هاي اتش سمول سي دبليو، نقدر نحطهم اربعهم اربعتهم نفس الشيء، وذول هنا اربعتهم يطلعون نفس الافراد، نفس الطرز الوراثي والمظهري، بس هنا ناخذ اثنين، هذا اتش كابيتال اتش كابيتال سي ار سي دبليو. اذا شنو هو هذا ويا هاي H capital H small نوبة C R C W H small H capital C R C W هذا H small H small C R C W. انطانا ثلاثة غباري 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 عديم القرون، وواحد غباري له قرون.